الفيديو مصمم للي حيائهم قوي، كل واحد وهو حر بحيائه. كركوك نزق العقال، كركوك نزق العقال، كركوك نبشي سروال، كركوك نبشي سروال. هنا الخربنا الملعب وهنا نلعب بيه، هنا الخربنا الملعب وهنا نلعب بيه. والله لخوش بكركوك واطلع من البلبولة، والله لخوش. العبادي العبادي، باسل ومغوار إن انت يا مسعود جاي تحت المدن وسجلها باسمك مو؟ كركوك مو عراقية، كركوك كردستانية. ردها علي ما استطعت. اخبطني، ضربني شلاك على خشمي. كركوك عراقية لكل العراقيين، عرب اكراد تركمان اشوريين ماكو تفرقة، واللي ما يعجبه خلي يضرب راسه بالحائط، وانتم اللي يفتح حلقات في البي والله. يلا برو برو برو، قلت الله بها السراويل هاي. اسمعني عبادي، لا انت سبق، انا اريد اسوي عركة، انا اجيب جماعتي، انت اجيب جماعتك، اذا انا يفوز ياخذ كركوك ويسوي كردستان دولة، اذا انت يفوز انت ياخذ حتى الباسي. هسه يلا اللي يسمعك يقول الباس تعرف فارس، بس مو مشكلة انا موافق، اذا كان هذا شيء يحقن دماء العراقيين. بعد هذا العجل مسعود تحدى العبادي بعركة مصيرية، لو هو الماخذ كركوك ومسوي دولة، لو العبادي اللي فارض سيطرته بكل كردستان. أنا أبو تشيشو محافظ كركوك الهتلي. أنا بابا نعال وقيس الخزعلي. يسهلهم سهل كاكا، يثرمهم ثارهم كاكا. كاكا هم مال قيس الخزعلي، شوف لغيرها. عجل فرجهم وانصر ولدهم. كاكا هم مال مقتدى، هم عوفة. علي بطل افليت هيا. كاكا هم مال جراندايزر، عوفة. كاكا اين تفترون اليوم؟ قتلكم يصير حشد شعبي، عمل شعبي. ابو تشيتو انطلق. افلك يا كن ابن الكلب، اولا انيش مرتك، ثانيا انيش امك، ثالثا انيش بنتك، ثالثا انيش كل قائد مالتك. يا كل ابن الكلب، والله قرار لما قرار الاكرار، والله انيشكم بالحال العيال. ابو نعال انطلق. تعال يا ابن نعال، ونعال على الجحمة طلعتك من كتشه، ونعال على ابوك الناكشه. هاي لك انتصر ابو يسر وابو نعال وقيس الخزعلي على كاكا مسعود وعوانه، وابو نعال وابو يسر دخلوا اربيل كل سلام وامان. لا تعبثوا باربيل، لا تسيئوا معاملة احد، لا تشقوا سروالا برزانيا، لا تطرقوا لبنا اربيليا، ولا تحششوا على كرديا، لا تأكلوا من كرزاتهم، فهم أهلنا ونحن أهلهم، ومن دخل دار كاكا خشنا فهو كاكا خشنا. وجاء النصر المبين ودخلوا الأكراد بالدين بالدستور العراقي، وصارت كردستان كسائر مدن العراق محكومة بسلطة القانون وحقوق التعايش والمواطنة اللي ما تفرق بين أبناء الشعب الواحد. بس خلي أقولكم شغلة وحدة، ترى العراق الله رضى عليه وسخر له العبادي بعد 14 سنة من الفساد والتخبط، ودزلنا هذا الشخص الطيب حتى يكون بداية البداية الصحيحة. وبعد ما رفع راية العراق موحدة من زاخل البصرة ورجع هيبة العراق قدام العالم كله، وفجأة نبص ابن القحبة مرة ثانية. من كان يحب العبادي فان العبادي انتهت ولايته.
ومن كان يحب المالكي واشتاق للطائفية والقتل على الهوية فإني راجع لكم بولاية ثالثة.